ومن العراق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته قوات الدفاع المدنية العراقية لعملية إنقاذ طفل عمره عام ونصف العام سقط في بئر بعمق 50 متراً وقطرها لا يتجاوز نصف متر، وهو ما زاد من صعوبة عملية إنقاذ الطفل من تلك البئر، وذلك في مدينة الموصل بالعراق، إلا أنها نجحت في إنقاذ الطفل. فلنشاهد الفيديو. الله صلي على سيدنا محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. مشاهدينا، شاركونا عبر حساباتنا المختلفة بأغرب فيديوهات الإنقاذ التي واجهتموها على مواقع التواصل الاجتماعي.